الأجواء تواصل حارة في عدد من أقاليم المملكة بحسب مديرية الأرصاد الجوية درجات الحرارة ستتراوح بين 39 و 43 درجة بين السبت والأحد بكل من وزان تونات خريبقة بني ملال بني ملال بن صالح ستات الرحام قلعة السراغنة ومراكش وبين السبت والاثنين ستتراوح المقاييس بين اثنتين درجه و و46 درجه بكل من زاغورا الرشيدية طاطا السازاق وأوسرت